السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. بالنسبه للناس اللي دايرين ديفلوبمون انفورماتيك وكيبداو فيزيو البازيك، نحاول نخدمو بنسخه ديال 2008 باش اللي عنده شي بي سي ناقصي حتى هو يستافد معنا ويدخل هاد النسخه ديال فيزيو البازيك. كما كتشوفوا عندنا هاد الفورميلا، هذا نحاولو نوريكم كيفاش نحطو لي تيكست بوكس ولي بوطون وداكشي كامل. هادو هما لي بروبريتي ديالنا، كتحكم في الباكغراوند، الكالر ديال الباكغراوند ديالك، كذلك دير لي بوطون كما كتشوفوا. هاد البوطون يعني مثلا نخدمو على الفورميل ديال الكونيكسيون، هادي بوطون ديال كونيكتي، نحاولو نديرو لي ليست بوكس تيكست بوكس، يعني فاش كدير نو نوم ديتيليزاتور، وكذلك تيكست بوكس اخرى فاش كدير المود باس ديالك، والمود باس كيكون ماسكي، ونحاولو نخدمو على ديك اللي كتماسكي بيها وكتافيشي باسورد ديالك، هادي كتسمى تشيكس بوكس. كذلك هاد لابل هي اللي كتسمي، هو اللي كدير واحد لونوم ديال لونوم ديتيليزاتور، هاديك واحد لونوم ديال مود باس، وكتلعب على الطاي ديال ديك الكتابة، يعني الا بغيتي تكبر الكتابة ولا تصغرها ولا دير شي ديكور في الكتابة. هادشي اللي كاين في هاد لافيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.